جماهير النادي الاهلي ومحيرنا شخصيا، بس خلينا نرحب بضيفنا الكبير صاحبي وزميلي داخل الملاعب، والنهارده هو مساعد مدير قطاع الناشئين لكره اليد في النادي الاهلي، كابتن محمد متولي، احد ابرز نجوم الجيل الذهبي في النادي الاهلي. كابتن محمد متولي منورني ومشرفني. ربنا يخليك كابتن خالد، وانا اللي بتشرف ان انا متواجد مع حضرتك. نورت بيتك مره تانية، عشت كتير، جيت قعدت في الامارات تقريبا 10 سنين، بس رجعت النادي الاهلي مره تانية. رجعت النادي الاهلي بيتك اللي تربيت فيه. وبصراحه يعني فخر ان الواحد ينتمي للنادي الاهلي، وانا قعدت 10 سنين سنة في نادي الشباب الإماراتي، وتسع سنين مدير فني في النادي الوحدة الإماراتي، وبعدين عايز أرجع ومفيش إلا بيتي في النادي الأهلي، وده إحنا كلنا بنتمنى إن إحنا نقضي حياتنا وباقي عمرنا في جوه النادي الأهلي. بعد 10 سنين أنا جاي ونفسي إن أنا أعمل كل حاجة للنادي الأهلي. بعد 10 سنين جاي نفسك تعمل كل حاجه للنادي الاهلي، اكيد شعور مختلف، عشت في النادي وتربيت في النادي في جيل حقق بطولات وتاريخ كبير للنادي الاهلي في كره اليد. نرجع بالزمن لورا، احنا من 90 ل 2000 تقريبا، جيل تقريبا ما كانش بيخسر. الحمد لله احنا من 90 ل 2001. تمام. الحمد لله احنا من كتر البطولات احنا فخورين ان احنا من جيل 90 لغايه 2001. بطولات عربيه، دوري، كاس، افريقيا. احنا كنا بنلعب الاول اربع بطولات بس في الموسم، ما كانش عندنا سوبر. فالحمد لله كان قعدنا على طول احنا بنكسب اي فرق من الجزائر او تونس يعرفوا النادي الاهلي موجود، وانت اكيد عارف طبعا ومشارك في كل احتفالات النادي الاهلي، ما كانوش بيجوا لان خلاص النادي الاهلي خلاص متصدر كل البطولات. بس كان في بطوله مهمه 93 اعتقد، كان في الترجي، في ارض الترجي داخل تونس، معقل من معاقل افريقيا، وقدر النادي الاهلي يعدي البطوله. كانت مباراه عصيبه جدا، عايز استرجع معاك المباراه دي لانها كانت فعلا مباراه صعبه جدا. احنا كنا مع جنرال الله يرحمه جمال بيه شمس، والمدرب عليه 99% ان يخلي اللعيبه تعرف انها تكسب البطوله، فدي الحمد لله كان جمال بيه شمس بيحطها جوانا وبيقرا المباريات قبل ما نبداها. عايز تحكي للناس التدريب الصبح يوم هذه المباراه كابتن جمال رحمه الله عليه قال ايه؟ تفتكر؟ جمال بيه كل لعبه هتلعبها دفاع وهجوم حكيها لنا الصبح. مين اللي هيدافع هنا؟ مين اللي هيهاجم هنا؟ المباراه دي هتخلص كام؟ وده جمال بيه قال لنا عليه الصبح. وجمال بيه بيحفظنا الله يرحمه ويحسن اليه، بيحفظنا كل بطوله بنخش معاها او كل مباراه ايه اللي هيحصل وبنلاقيه في الملعب، بقى عندنا ثقه فيه. خلاص ما احنا خلاص احنا بقينا نتعامل واحنا مغمضين، هنعمل واحد اثنين ثلاثه، جمال بيه بيقول لنا واحد اثنين ثلاثه، بنلاقيهم في المباريات في البطولات، وده اللي الحمد لله. بس هسترجع معاك الحوار، ولازم اقول لكل الساده المشاهدين حاجه مهمه جدا، اكيد انا شاهد على العصر ومتواجد داخل الملعب. كابتن جمال الله يرحمه قبل هذه المباراه صباحا وقف الفرقه، اول بيوقف الفرقه عادي وحكى وقال بالظبط كده، العبوا كوره، العبوا زي ما انتم عايزين، انا مش هتمرنوا النهارده. جي اخر 10 دقايق ربع ساعه في التدريبه، وقف الفرقه تدريب صباحي 10 دقايق ربع ساعه. وقف كان معانا طبعا نجمنا الكبير سامح ابو وارث وكابتن اشرف عواض، نجوم مصر بجد في العصر الذهبي، دي حقيقه. وقال ان اول ما هيبدا المباراه فريق الترجي هيطلع مان تو مان على سامح واشرف، صح كده كابتن متولي؟ تمام. وقال وحكى المباراه وقال هو ده اللي انا عايز اعمله، هو ده اللي مطلوب ان هم يعملوه، وبكده احنا هنكسب المباراه لو طلعوا على اشرف وسامح. حصل وحصل كده، وادانا المفتاح احمد سالم وجارنبي. قال احمد سالم انت هتكسبني الشوط الثاني، انت اللي هتكسبني الماتش ده، وهيطلعوا على سامح عبد الوارث واشرف عواد، وعايزكم ترجعوا ورا نص الملعب تلعبوا على خير، اطلعوا دي ورا عند الجون، سيبوا الناس هي اللي هتلعب. والكلام اللي قاله بتنفذ بالحرف، والحمد لله كسبنا البطوله جوه الترجي. جوه الترجي كسبنا واحد وكسبنا واحد، وكانت المباراه صعبه وعصيبه جدا، وكانت المباراه دي قبل النهائيه، لان المباراه النهائيه لو كنا وصلنا لها كان دوري من دور واحد.